للأبد سيدنا محمد. كتائب أنصار الشام وكتائب أحرار سوريا وأسامة بن زيد تعتلي برج الديموس في خربة الجوز ردا على من ادعى بأنه قد حرر برج الديموس وخربة الجوز. وها هي خربة الجوز. هؤلاء الأبطال الحقيقيون الذين سيطروا على هذا البرج وحرروا برج الديموس الذي كان نقطة صعبة للغاية وهي تكشف جميع المناطق، وتم بفضل الله تعالى تحرير بقية المناطق بعد سقوط هذا البرج، وبدأت فلول نظام الأسدي. بالهرب من مواقعها بعد أن أصبحت مكشوفة على الكتائب وعلى إثرها تم تحرير عاشت أحرار سوريا وأنصار الشام. 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 وعلى إثرها تم تحرير الزعينية وانسحاب الجيش السوري الأسدي من منطقة الشغر، وستتوالى الانسحابات بإذن الله تعالى. لأنه فقد هذا أو هذه النقطة الأساسية لحماية قواته. ونتحدى من ادعى أنه حرر برج الديموس وخربة الجوز وعين البيضة وابدامة بأن يثبت ذلك. وسنبث بإذن الله مع هذا الفيلم الغنائم التي تم اغتنامها بحول الله تعالى.